السلام عليكم أشرف. نزار بفرجيكو في عادة الناس بس يفوت عليك تيك داون انت بتمسكه أوفر أندر. في ناس بيحاولوا يبلشوا يعملوا جيلوتين من غير بدي افرجيكو هيك ديتيل صغير بتحولها لنك رانك. فإذا فات مسكته لهون عادة الناس بتلاقيها بتفوت وبتحاول تعمل جيلوتين. أنا شو بدي أسوي؟ بدي أستعمل قوة إهارة أدخل راسه بالموس. أظن أسكر إيدي نفس الإشي بدي أضم كواعي. بمشي عليه وبرفع. طبعاً يصير عليه نكران. طبعاً شوت بمسك بدخل راسه جوا.